ابتدأت الجلسة، تقدمنا بمجرد بداية الجلسة تقدمنا بواحد المذكرة ترمي إلى إثارة الدفع بأن هناك قضية معترضة تعترض المحكمة الزجرية. القضية المعترضة اللي درنا، القضية المعترضة اللي أثرناها، هو أنه هناك دعوة معروضة على محكمة اجتماعية تتعلق بإثبات النسب للحمل والازدياد الناتج عن خطبة. وقلنا للمحكمة وشرحنا لها إذا كانت المحكمة الزجرية هذه عندها الولاية الكاملة باش تثبت في جميع القضايا كيفما كان نوعها، وكان الأصل أن قاضي الدعوة هو قاضي الدفع لو جوج دو لاكسيون ولو جوج دو لاكسبسيون. وقلنا للمحكمة راه كاين استثناء، إذا كان الأصل هو أن الجنائي يعقل المدني راه كاين استثناء، راه المدني يعقل الجنحي. إذا رفعنا الدعوة أكثر من خمس شهور، وقلنا للمحكمة 258 كينص بمجرد ما المتهم كيتير الدفع ديال الخطبة أو الزواج، المحكمة الزجرية يجب أن ترفع يدها ليسمح محكمة أسرة، خصها تحيل المحكمة، تحيلنا نحن إلى محكمة الأسرة. قلنا للمحكمة بلا ما تحيلونا، حنا أكثر من خمس شهور رفعنا الدعوة والتمسنا إيقاف البث، لأن المحكمة ديال الأسرة هي اللي غتثبت واش كاينة خطبة شرعية، كاين خطبة غير شرعية، كاين حمل شرعي، كاين حمل غير شرعي. وهذا الشيء ماشي باختصاص الأسرة، ماشي باختصاص عفوا المحكمة الزجرية. والتمسنا إيقاف البث. الزملاء ترافعوا، قالوا ودي ما كاينش شي حاجة سميتها الخطبة، ما كاينش شي حاجة ما كاينش شي زواج دون وثيقة. قلنا لهم ودي راه كاين زواج وكاين خطبة شرعية وفيها جميع الشروط، والمشرع اعترف بالخطبة واعترف بالزواج غير الموثق. ولكن نقول لكم صادقا، تفوجئنا في معرض مرافعاتنا، فوجئنا بهجوم عنيف من طرف المطالبة بالحق المدني ومن طرف بعض الأغلبية كانوا زملاء احترمونا، فوجئنا ببعض أعضاء هيئة الدفاع هجوم عنيف وشرس علينا بالسب بالقذف وإهانة حتى المطالبات بالحق المدني. ما يمكنناش نستمروا بطبيعة الحال. الأستاذ زهراش على الانسحاب، حتى أنا قلت للسيد الرئيس شهد، الرئيس سمع كلام هجوم عنيف. حنا ماشي في خصومة مع الزملاء ديال الدار البيضاء، المحامي تيكون طرف ماشي طرف، ما تيبقاش محامي، خصم عادي. المطالبة بالحق المدني أرادت في هذه الدعوة أن تنصب نفسها طرف سوبرمان، تهيننا، هانت الطرف المشتكي. بعض الزملاء سبونا، قذفوا فينا خارج الأخلاق والأعراف المهنية بالسب والقذف. أستاذ جراش لما على الانسحاب سيرت لعب وكأن خدام عندهم وكأننا نحن خدامين عندهم. نقول لك أنا كنشدد أن الجو اللي مشات فيه المحاكمة، المحكمة دارت مجهودها ولكن فوق طاقتها لا تلام. كان هناك هجوم عنيف، المحكمة ما غتعلمناش أخلاق المهنية، أخلاق مهنية تعلمنا وتربينا. سمعنا مصطلحات الدخيل، سمعنا مصطلحات سب وقف استحيي غنقولها للنقيب ديالي، سمعنا مصطلحات. من بعد الغالبية العامة كانوا في المستوى احترمونا، البعض كيعتبر حضورنا كزملاء من خارج الدار البيضاء، حضورنا المرافعة هو هجوم عليهم. حنا لا نهجم على شخص، حنا جينا نحقوا المحاكمة العادلة. تلقينا مجموعة من ديال السب والقذف، وغنوضعوا السيد النقيب، كل واحد منا غيوضع السيد النقيب، يوضعوا حول ما وقع شيء لا يشرف مهنة المحاماة ولا يشرف حقوق الدفاع كما هي مكرسة دستوريا. البعض يخلق خصومة مجانية، البعض يعتبر أنه فوق القانون، البعض لا من هيئة الدفاع لا من المطالب بالحق المدني اعتبر راسه فوق الدفاع، وبغى امتيازات داخل المحاكمة، بغانا كطرف كنوبوا على المؤازرين، أرادوا منا أن نكون صوتا لهم. نقول لهم هيهات هيهات، سندافع عن المؤازرتين مهما كلفنا الأمر بالقانون. والطرف اللي سبنا واللي قذفنا راه مسجل، وحنا غنلجؤوا للسيد النقيب ديالنا ونوضعوا، وحنا احترمنا السيد النقيب، احترمنا الاعضاء ديالنا، ما احترموناش يتحملوا مسؤوليتهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.